كما كتلاحظوا معايا كل شيء اللي طيبنا ها هو غنجمعوا واحد في هاد الكرابس هادو وكنشدوه مزيان بالبلاستيك وغيديوه في كاميونات كبار اللي كيكون فيهم الثلاجات والنبيلات ونتما ان شاء الله غنكملوا التجهيزات الاخيره. هادو الانواع الاجبان كما كتشوفوا وهنايا السلطات يعني طوماطي مقطعه الخيار البصل كلشي مقطع متول مقعدد الفلفل تما غير ان شاء الله غنخلطوا هادشي كامل مع بعضيتو واللي غيتحمر يتحمر والتسخين وكلشي. المهم غير بغيت نوري لكم الشغل وصافي. هاد البريوات اللي عملنا جداد جبتهم لكم خلال حتى هما ها هما فين هما وداك لانغوستينو ديال البارح حتى هو كل حاجه كنكتبوا عليها الاسم ديالها كنستفوا كلشي في هاد الشيء وكيديو. المهم انا اليوم ما غنشاركش معكم بزاف اللقطات في التجهيزات غنوري لكم غير الاشكال الحاجات الاخرين النتائج الاخرين. السلام عليكم جبرتنا دابا المهم جمعنا الماتريال ديالنا المسائل اللي طيبنا كامله وجدنا كل شيء دابا ماشي في الكاميون المطاعد الحاف باش نبقاو نوجدوا التجهيزات ديالنا انا وخالتو لطيفه. علاش كتقول لها خالتو لطيفه؟ السلام عليكم سي هشام ها هو كيبلغ تحيه حتى هو السلام عليكم هي بحال بنتي الدنيا هانيه. انا خالتو لطيفه ما كنتش كنعرفها باش نوضحكم الامور. خالتو لطيفه ملاقا انا كنسكن في ونخيرونا انا الخدمه ديالي الرسميه ماربيه الناس اللي كنخدم معاهم كل عام كيعملوا واحد الحفله ديالهم خاصه بهم وكل نهار فيه كيعملوها مره كيعملوها في الاوتيل مره عملوها شبرات لهم هاد الشركه المهم والحفلات اللي درتكم عليها على بارديرو اللي كيخدم فيها السي هشام وخالتو لطيفه كتخدم في هاد الشركه في التنظيف يعني في ليمبييسا كومون عرفوا بان كاين الحفله عربيه عيطوا لا تدخل معايا الكوزينه باش نكونوا حنا العرب مع بعضيتنا ونتعاونوا مع بعضيتنا. النهار الاولي مسكينه شافتني فرحات بزاف قالت لي واش هي انتينا مطبخ اكرام العالمي في القناه كانت تفرجت فيا داك الفيديو اللي عملت الساعه قبل اختي انا سقسيتها قلت لها خالتو لطيفه واش نقول لك لطيفه ولا خالتو لطيفه؟ خالتو لطيفه قالت لي قولي خالتو لطيفه انا عندي الحفايط ديالي وبنتها قدي في السن فانا من باب الاحترام والتقدير كنقول خالتو حيت حنا في الشمال ما عندناش هذاك المصطلح لاله للناس اللي مثلا زايدين عندنا في السن كنقولوا لاله كنقولوا انا العجوزه وطبعا لا يكبرنا على طاعه الله ورسوله ما نبقاو شي صغارين وكون كان شي وحده قدي في السن ديالي غنعيط لها باسمها وهي مسكينه هي قاتكم مسخاتش بكم وفرحانه ان شاء الله حتى الاخر هذا نخلي لكم كلمه اخيره ان شاء الله تنكملوا كل شيء عاد نعملوا شي كلمه الاخيره وادعوا معنا. وهنا ندخلوا الباب بالمكان ديال الحفله انتما كتشوفوا الرايات وهنا غيتقام الحفل ان شاء الله على الساعه 8 مساء. دابا نبداو بركه الله حنا في الكاميون كما قلت لكم جبنا جميع الحاجات اللي وجدنا باش ندخلوا المطبخ ونبداو نعملوا في الطبيصلات والاطباق النهائيه ودوك الشكيلات كيف كيجي والديكورات كيف كيجي. وهنا كما وصلت دخلت للصالون باش نشوف شنو كاين جبرتهم باقيين كيوجدوا الورد باقي كيطلقوا الميسات زولوا ديك الميسات كبار اللي كيكونوا بالشلي اللي كنجلسوا عليهم في الافراح. هذا حفل كوكتيل يعني حفل اوروبي كوكتيل الناس عاد بقى واقفه وهما كتاكل اللي كيجفف اللي كيمسح اللي كيعوض الميكروفات اللي كيعمل اللي كيعوض داكشي التلفزيونات يعني هذا قبل الحفل بساعات قليله جدا. هذا ما شاء الله قربوا ماشي انا ما خاصش لطيفه نبانيوم وكلشي ان شاء الله تحت السيطره. الصالون ها هو راه هو تحت وهما كيوجدوا كلشي ديكوراسيونيس باقيين مع الشلي مع الشلال ديال المراه هو دابا لكم زيهم داك الشلال ديال المراه بركي هما يخلفوا هاد المعازيم ولا الضيوف يخلفوا في هاد الطريق كامله باقي يشعلوا الشمع بالليل شتي الشمع هاو الشمع. مهم من بعد ما دخلت المطبخ عوضت مسائل ديالي كل حاجه عملتها في مطعم في الثلاجه جيت نشوف الصالون كيفاش تزوق وانا بزاف الاخوات طلبوني الديكورات. هذا حفل كوكتيل يعني ما بقاوش في ديك الميسات مدورين بالشلي زولوهم هنا كيكون حفل كوكتيل خاوي كيكون الصالون ولكن دابا هنايا الناس جاوا شنو على برا على برا الكاميريراس اولا الكاميروس كيجوزوا عليهم بحال دابا البريوات بحال داك لانغوستينو اللي عملت بالكنافه
كوكتيل سخون كوكتيل بارد كامل كيجوز على الناس، وهما واقفين هما كيشربوا العصيرات وكيتهادوا، لان هذا الحفل هذا اكثر ما هو بروتوكول اكثر من الماكله، يعني هو حفل وطني بروتوكول. الناس كتعرف على بعضها كيهضروا مع بعضيتهم كيدوروا، حتى جات الساعه الماكله عاد دخلوا الصالون. فبما ان الصالون خاوي انا كندخلوا كنصور هنا، عملوا الميسا بوفي ديال الاجبان بجميع انواع الاجبان والخبز. باقي غنرجع معكم المره الثانيه، هنا عملنا هاد الصواني اللي غايجيو خاويين، وعملت صواني اخرى خاصه بهم اللي كيكون فيها الشعار ديالهم، هذوك هما غياكلوا بوحديتهم في واحد الصالون فوق في اخر ساعه تقريبا مع الساعه 11 داك الليل، ولكن هذا خاص بالضيوف. البوفيس باقي خاويين هم غيعمروا، كنقول لكم غير السبب، لان الناس على برا في الخاردين يعني في الجردة على برا كيتهاودوا مع بعضيتهم، والكاميرات كيدوروا عليهم. فكما قلت لكم دابا ان شاء الله وصلنا تقريبا شي جون و ثلاثه، وريتكم الصالون كيعدلوه، التجهيزات الاوليه راهو معاود هنا، التراسات مزيونين كرهناش نجلسو حتى حنايا نكونوا حضارين من ضمن الضيوف والحضور. ايوا هادشي اللي كاين، ودابا ان شاء الله غندخلوا المطبخ ديالنا ان شاء الله باذن الله. الطبيعه كتحمق، انا من عشاق الطبيعه، هنا في الليل عتكون الدنيا عامره وعيكونوا الناس برا ومن داخل ومفوقين مزيوان. اسيوس اي فاموس انترار ا نوسترا كوسينا. وهنا ان شاء الله غيكون الطبخ ديالنا. كنت وريتكم هذا الفيديو هذا في الاول، انا هذا الفيديو ما كنتش بغيت نعمل لكم تجهيزات، ولكن عملت لكم واحد مقتطفات خفيفه باننا هل شنو كيعملوا باش نبداو ان شاء الله. وزنا هنايا كنوري الاخوات باش كيفاش يزوقوا الحمص، كيفاش يزوقوا بابا غنوج بوركي سا كوسا نوي با باراي جو نو وابا mis compañeras compañeros el panadero porque como esta cosa nueva y no saben qué decorarla y ahí tenemos el hummus y baba ghanous el brasileño lo voy a poner un bombones de él de chocolate هنا كنعملوا فروتا كنزوقوا فروتا هنايا كما كتلاحظوا ومن بعد غنشبروا هاد كوكوروتشو بحال شكل كويقطات غنعملوهم هنايا باش نعملو فيهم الشطون مقلي. المهم انا قلت لكم هذا الفيديو الصراحه ما كنتش غنعمل معكم فيه التجهيزات الاخريه، ولكن قلت نعمل لكم هادو الولا عاد نوري لكم الحفل الكبير ان شاء الله، ولكن باش نوري لكم ها كيفاش كيبقى الديكوراسيون ديالهم. هاد اللي باقيين غير البويو غير كيخرجوا خصهم يخرجوا ايوا ما تخرجوش شي جديد. دابا كنخلط الشلاضه، عندي هنايا طوماطيش، عندي هنا الخيار مقطع ستيتو ستيتو، بصل، المهم هادو غير بعض اللقطات من اللمسات الاخيره. سي بيردونا بوي لا انتراجي سي بالي انا وهذا الشكل النهائي البوفي. اسمح لي قطعت الصوت، كنت غنخلي الموسيقى ولكن الموسيقى عليها حقوق الطبع فزولت حذفتها. هذا هو الشكل النهائي للاطباق ديالنا، العصائر اللي عملنا يعني في الليمون والخوخ والرمان، هذه سلطه التفاح فوق من الجوز اي القرقاع، البوفي خاص بالاجبان والخبز الاسباني معروف الاسبان بالخبز والاجبان. هنايا عملنا سلطه التبوله اللي وريتكم في ديك الطبيصله ستيتوين، ديك السلطه هذه الفلفل الاحمر واخضر والخيار، الحمص وبابا غنوج والخبز العربي بيناتهم، لان معروف ياكلون بالخبز العربي. ما تعجبوش علاش هادشي ستيتو ستيتو، لان قلت لكم هذا حفل كوكتيل ماشي حفل يعني غنقولوا باش تجلس وتاكل داكشي بالطبق داكشي كبير، من غير الاطباق التقليديه الشعبيه اللي قدمتها انا في صواني كبارين، ولكن هذاك الشيء السلطات وهكذا كوكتيل صغيوار. كنتمنى ان شاء الله هاد الحفله تكون نالت استحسانكم واعجابكم، ان شاء الله يكون هاد الحفل وهاد نهايه الاطباق ديالي تنال استحسانكم. وبقاو معايا باقي الباقي يعني الخير ما جا لقدام الفيديو تبارك الله في 15 دقائق هانتوما كتلاحظوا ما شاء الله. وهنايا الجبن والعسل وزيت الزيتون
والسي هشام معايا كيوري لي كيقول لي نورمالمون الاسبان كياكل الخبز مع زيت الزيتون عسل، يعني بوفي في نفس الوقت انسان كيقدم تقاليد ديالو كل بلد باش كتمتاز. وهذه السلطه كتجي رائعه، دابا نشاركها معكم ان شاء الله في القناه. وهذا عصير الرمان وعصير الليمون اللي عملنا وعصير الخوخ، وهادو الميسات والكاماريروس كانوا هنا كنت كنضحك معاهم. قلت لهم شاركوا في القناه من بعد حذفت الصوت لان في موسيقى عليها حقوق الطبع. دابا عاد طلعت الفيديو وصل 50 مشاهده، وملي جيت نعمل مونيتيزاسيون ما عطاني شي قليل. وهادو بعض التحضيرات يعني قبل ممنوع تنزل نوجد الماكله اللي عملت في الفران عملته، اللي طيبته في الماء طيبته. بالنسبه للفران عملت غير واحد 6 خاصين بالعمال ولا البيرسونال، والباقي كامل سلقته كما شفتوا طريقه التزيين طريقه التقديم. بالنسبه للضيوف عملت السواني طوالي، بالنسبه لي لهم عملت لهم هاد السواني ديالهم اللي كيكون فيهم الشعار ديالهم. هذا هو الدجاج اللي سلقت معكم وحمرته وعملت له واحد الصلصه. وهنا دخلوا الضيوف وتكلف واحد الصديق ديالي بالتصوير كيصور الاطباق اللي وجدنا كامله الاطباق الساخنه وسرد لي هاد الفيديو. كنتمنى يكون واضح لكم ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا البوفي ونهايه الاطباق وديكورات الاطباق، كنتمنى تكون في المستوى. ومن بعد ما بداو الناس ياكلوا كلفت واحد الصديق ديالي قلت له دخل بقى تصور، وبدا كيصور هو كيغرف في الماكله وكيصور الناس كياكلوا. تبارك الله الماكله كانت في المستوى الصراحه بدون مجامله ولا غنقول لكم. انا كنشكر راسي كلشي عجبته الماكله، لان ما يمكنليش نصور الناس كتشكر ولا كتقول. صراحه حمق على كلشي لا من اسبان ولا من العرب ولا من كلشي الحمد لله. السلام عليكم، جبرتينا صافي كملنا الحفله شوفي سلمنا كملنا الحفله كامل الحمد لله، كلشي كاز بخير وعلى خير. الناس كامل عجبتهم الماكله، فرحنا بزاف، كلشي كلا كلشي فرح. وخاتو لطيفه بغات تسلم عليكم. يلاه بالسلامه، خاتكم شكرا على اللي كيسلم عليها. ما سخيتش بيكم بزاف، شكرا. قالت لك ما سخاتش بيكم وفرحات بيكم هذا الاسبوع كامل معاها، وكتشكركم بزاف لانك شرحتوا لها كل شيء، وشكرا على كل الاهتمام ديالكم وكتسلموا عليها. وهذا هو البديل، وهذا هو كل شيء خويا الحمد لله. دابا قلت هاد صافي تقادت الهضره تقادت كل شيء، ما كنتش كنقول هذا هو البديل. ما سخيتش بيكم مسكينة، عرفتي جوزنا الايام غزالة والله الا ربي يحفظها. وان شاء الله دابا نتلاقاو شي ساعة بخير، دابا نتلاقاو شي عمل اخر باذن الله. جوزنا 6 ايام مزيانة، فرحنا ضحكنا الحمد لله، جوزنا طب طب. كان فريق عمل ممتاز جدا وتبارك الله عليكم، ونتلاقاكم شي عمل اخر باذن الله. وصافي هذه كانت نهاية الحفل. خالتو لطيفة مشات بحالها، باقي العينين ديالنا حمر، مسكينة ما سخاتش بينا، عيات ما تبكي. الحمد لله كملت كلشي بامان الله وحفظه، كلشي عجبات الماكله زعما بدون استثناء. ما نقدرش نسجل لكم الناس كيشكروا ولا كيهضروا ولا كيقولوا الماكله غزاله، ربي يحفظ ما حشمني شي. بفضل دعواتكم وفضل الله سبحانه وتعالى كلشي جاز بخير وعلى خير. هسي هشام توا كيسلم عليكم. السلام عليكم، هذه نهايه ديال هذا الفيديو مع هذه السيده، هذه كتخدم مزيان، كلشي خرج مزيان، كلشي بخير. نتمنوا لها التوفيق ان شاء الله، ونتمنوا تخدم معنا عاوتاني مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. تحيه طيبه. تحيه طيبه للجميع، شكرا بزاف للجميع. بالنسبه انا الحلوى استفدت بهذه الطريقه، هذه متصفد بقلاوه وصفد الكنافه. هنا كنت كنصور من بعد الناس اللي جاوا الضيوف على برا، كانوا واقفين كما قلت لكم، يعني هي كانت حفله كوكتيل اكثر من حفله تقليديه، يعني حفله دبلوماسيه، الناس كيتعرفوا لبعضهم كيبقاو واقفين. صورتكم بعض المناظر، داك المقطع هذاك فيه شلالات رائعه جدا. صورتكم بعض الاطباق الاخيره بالتجهيزات ديالها، هذا غاسباتشو الاسباني بلانغوستين واي بالكروفيت او الجامبا. هنايا البوفي خاص غير بالاجبان والخبز والزيت والعسل، معروفه بها في اسبانيا. هنا التبوله عملتها هنايا من بعد ما حركتها وعملت لها الليمون والملح وزيت الزيتون في هاد الطبيصلات. هادي هادو بينتشيتوس او القطبان ديال الدجاج، وفنين حتى هما في التقديم. هنا عملنا الجامبا البلبل كما شفتوا، الحاجه ستيتوين ستيتوين حلوين لانه حفل كوكتيل. هادي واحد الشلاضه رائعه كتجي بطوماطيش وبصل والخيار والفلفل الخضر. وهنايا البوفيد الاجبان، الخبز شويه كتكون هكذا كينشفوها باش كيزوقوا بيها كما قلت لكم. وهذه اكرام اي معاكم في مكان دائما كنخاوي كنخرج نختار نخرج صور ونشارك. وسمحوا لي بزاف، البارح وصلت معطله، وصلت من الدار مع الجوج د الليل، ما قدرتش نطلع الفيديو، كان باقي الصوت مونطا وبعد لقطات نزول لهم الصوت
ولكن دابا كما فتحت عيني نيشان قلت عن منطل الفيديو نطلع لكم ان شاء الله، لان عارفكم كنتظروه. وشكرا على الدعوات وشكرا على حسن المتابعه، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون عجبتكم هذه السلسله 6 ايام، وكون سافرت معكم وعملت معكم اجواء الحفل واجواء الطبخ الكبير والكميه كبيره. كنشكر كل من دعمني، كل من شارك في التعليق جميل، كل من شاهد فيديوهاتي. احبكم في الله جميعا.